من جهة أخرى، يحتضن معرض الجواهر العربية منصات عرض لمصممين بحرينيين يطرحون تصاميم مميزة ولافتة من الذهب البحريني الممزوج باللؤلؤ الطبيعي بأسلوب متميز يعكس روعة ولمعة الذهب البحريني بقطعه اللافتة وتراثه العريق. ببريقه الأخاذ وتصاميمه المتميزة يشد الذهب البحريني القلوب قبل العيون بأشكاله المتنوعة والمتميزة والقطع اللافتة ذات التفاصيل التراثية الممزوجة بالتصاميم الحديثة. يعتبر يعني معرض الجواهر العربية من أقوى المعارض في المنطقة في الخليج بالذات، يعني حضرنا معارض برا شفناهم، بس معرض الجواهر العربية في البحرين يمكن نقول من أقواها. طبعا الصياغات البحرينية معروفة يعني في نقدر نقول يعني في العالم العربي يعني من أفضل الذهب البحريني بسبب الصياغات الموجودة عندنا. فشفنا أن حضور يعني الزباين لما يحضرون من السعودية يكون في تنوع للقاعدة الموجودة من الزباين، يعني تعرف على زباين جدد يعرفونك، تعرض بضاعتك عليهم، فيصير تغيير يعني في المنتوجات من الذهب، تطلب أشياء جديدة، تصيغ أشياء جديدة على بناء على طلب الزباين اللي قاعدة تحضر عندك. أكثر شيء باللؤلؤ الطبيعي البحريني، ومخذين هاي المهنة من تقريبا جدي ومن أبوه الأبو العود يعني، وقررنا أن احنا نفتح المحل الذهب في البداية، وبعدين دمجنا الذهب مع اللؤلؤ الطبيعي، وقررنا ننزل كولكشنات حصرية بس حق المعرض. وايد فادنا المعرض من ناحية العدد الهائل اللي قاعد يجينا يعني من الكاستمر، ما شاء الله تبارك الرحمن في إقبال كبير على اللؤلؤ الطبيعي بسبب أن اللؤلؤ الطبيعي شيء تراثي بحريني ومطلوب جدا في البحرين يعني. وأنا أشوف المصباح ويسمونه ذهب الرجال وجزء من أناقته، وبالنسبة لي جزء إيه جزء يعني ما أقدر أطلع بدون مصباح. معرض الجواهر لبصمة في عالم الجوهرات، نوع الكستمرية اللي يجون الزباين يخلق لك جو مثل ما نقول ماركتينج، الناس بتبتدي تعرفك، وخصوصا ما شاء الله مع المستوى البحريني يعني على مستوى الشرق الاوسط معروف، فهاي من الاشياء اللي كانت تارجت لي من ما بديت اشتغل، يعني انا حط تارجت ان اشارك فيه والحمد لله هاي ثاني سنه لنا. صناع الذهب في البحرين يطرحون في معرض الجواهر العربية قطعا متميزة وفريدة تصمم خصيصا لرواد هذا المعرض، فيستعدون لمحبي الذهب الأصفر واللؤلؤ الطبيعي بهذه المصوغات لترضي شغفهم بامتلاك قطع متميزة من الذهب البحريني. ضيوف اللاجئين أكثر شيء بعد البحريني ما معروفين، بس بعد من برا أكثر، عندش الكويت، الإمارات، السعودية، المملكة العربية السعودية، الإمارات نفسهم منتجين، وهم يجون يتعرفون على مصوغاتنا إحنا البحرينية. مصوغات البحرينية باللمعة، بالجودة، بالأختام القديمة اللي يستعملونها، يعني مو أي ختم يحطونها، شيء يعني مرغوب من قبل الشعب البحريني ودول الخليج. طبعا معرض البحرين بالذات هو مميز كونه عالمي بعد، واحنا تخصص لؤلؤ طبيعي، فكلؤلؤ طبيعي البحرين متميزه بهالشغله هذه، تعرض ويونك دول العالم كلها تقريبا، فانت هني راح يتعرفون عليك وايد، ويونك دول العالم كلها تقريبا، فانت هني راح يتعرفون عليك وايد، فيصير لك انتشار طبعا، بلس انك مبيعاتك خلال الفتره هذه تعادل فتره طويله تشغل بالمحلات. الذهب البحريني مميز وذاع صيته على مستوى العالم، فكان ولا زال محط أنظار عشاق التميز لما يتفرد به من جودة في الصياغة وروعة في التصاميم، فكل نموذج يحمل حكاية ويصنع رونقا خاصا للمرأة، خصوصا تلك التصاميم المرتبطة بالتراث البحريني وزجون بعضها باللؤلؤ الطبيعي. قطع فنية استثنائية تجسد جمال وحرفية الذهب البحريني يزينه اللؤلؤ الطبيعي، طرحها صناع الذهب المشاركين في معرض الجواهر العربية، فقدموا تشكيلة متنوعة من التصاميم الشعبية التي تجسد التراث العريق لمملكة البحرين. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.